مرحبا بكم في الحلقة هذه. نتلاقاو بسي منار سكراندراني، برشا توانسة يعرفوه وسمعوا به لأنه شافوه في التلفز ولا قراوا في الصحف اللي عملت له لقاءات، لكن يبقى رغم ذلك مش معروف بالتوانسة الكل. سبب ضيافتنا اليوم السي منار سكراندراني هو أنه مترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية اللي بشتاقع في ألمانيا، تعويضا للنائب في مجلس الشعب التونسي اللي تم تعيينه ككاتب دولة مؤخرا. وسي منار بما أنه عاش أكبر فترة من حياته في ألمانيا ويتقن اللغة الألمانية، أولاده تقريبا مولودين في ألمانيا وعايشين في ألمانيا، جزء من أولاده لأنه تو نحكي سي منار تبارك الله مصلي على النبي على الطريقة في البرازيل على الطريقة الإسلامية القديمة، يعني مع تعدد الزوجات تصرح بذلك في إذاعة تونسية وسمعنا هذا التصريح. فاليوم رحبوا بسي منار ونحاولوا نتعرفوا عليه ونتعرفوا على برنامجه وشنية الأسباب اللي دفعته باش يترشح للانتخابات الجزئية البرلمانية التونسية. سي منار مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كما قلت في التقديم، أنت ناشط سياسي ولكن ما كنتش ناشط سياسي سابقا، يعني كانت تغلب عليك صفة رجل الأعمال وكانت أهم شيء في حياتك وأنه خدمتك، وأنت متخرج لا في لا. عديد الاختصاصات لا. يعني تخرجت في الموسيقى، تخرجت في الشريعة، تخرجت في الهندسة، يعني ان بيرسوناج اكليكتيك. لكن شكون منار سكراندراني؟ لكن السياسة مصحيح، فنحن في ألمانيا في 81 كي جيت ألمانيا أسسنا العمل السياسي في ألمانيا. أسسنا تتكلم بلغة الجمع شكون؟ أنا وبعض الشباب، ما نعرفش خاطر يحبوا يذكروا أساميهم ولا أنا نحب نذكرهم، لكن كنت أنا أحد المؤسسين المهمين فأسسنا الحركة الإسلامية. حركة شنية؟ الحركة الإسلامية في ألمانيا الإسلامية، يعني أنت سياسي إسلامي. أي في الاتجاه الإسلامي، حركة الاتجاح الإسلامي. أسسنا الاتجاه الإسلامي، يعني كنت تنتمي للاتجاه الإسلامي. أي كنت تنتمي، فأنا اللي كنت مؤسس أو عضو مؤسس في الاتحاد العام التونسي طلبة أيضا في ألمانيا. احنا قدمنا، كانت عندنا مجموعة مهمة في مدينة، كانت عندنا فيها جريدة مجلة نعملوها نخرجها، فكتبنا في الجرائد الألمانية، في ثم عملنا اكبر مظاهرات في تونس في المانيا في وقتنا. نحن كنا في العمل السياسي، ما الحمد لله معروفين بالداخل، يعني من الاول في العمل السياسي. هذا ايش تحب تقول؟ يعني مكش دخيل على السياسه. لا لا لا. وفعلا هو انت لست دخيل، انا قلت انك ناشط سياسي. لكن الفتره نتاع بن علي توجد هي شيء، معنا نحن في وقت بن علي شنو السياسه كانت مهمتك؟ مهمتك انك فكره حتى تبحث على سنتيمتر كيوب من الحريات باش تنجم تعطي رايك. عندك ضغط كبير جدا، فما تعذيب، فما تنكيل، فما سحب، وما أريكم إلا ما أرى، تحب أنت تكسرها. حاولنا بقدر الإمكان، حاولنا باش نلعبوا دكتور إذا بن علي من ألمانيا 96، لأنه الشباب اللي خدموا الخدمة دي، قنصل طريدة من ألمانيا لأنه الشباب خدمة هذه، فما أول من أخرجوا من سجون بن علي عن طريق وزير الخارجية الألماني في ذلك الوقت كينكل، معناها على العمل اللي صار في ألمانيا، فما التي حبرت وكتبت في ذلك الوقت، وناس اللي هربناهم على الحدود وإلى آخره. فالعمل السياسي كان في ذلك الوقت أكثر منه عمل حقوقي من أنه عمل سياسي كما اليوم. أنا عمل معارض يعني لديكتاتورية موجودة، الديكتاتورية بالضبط. نعم. فهي مشكلتك الحريات كيفاش تبحث باش تاخو قسط منها، فكنت أنت سيستيم وأنتي سيستيم. اليوم لقيت رواحكم في ضفة أخرى اللي هي ضفة الإنجاز، لأنكم ما عادش فما معارضة، ما عادش فما ديكتاتورية باش تحاربوها، ولا تفما قوى أخرى سياسية، ولا تفما إثبات وجود. يعني وين لقيت روحك أنت في الفترة؟ أول شيء أنا فقط كملوا، خاطر أنا غبت على السياسة، غبت على السياسة التونسية في 5 سنوات الأخرانيين نتاع بين 2009 باش نجيو في كل لحظة ذيك اللي هي في الإقامة الجبرية غصب عليا في البرازيل. لا لا هم مش نجيو 2007 2012 عندنا مسيرة للبرنامج. أي في 2011 من 14 جانفي توجدت كفاعل كبير في الساحه السياسيه، الحمد لله واعتبرنا كبير منها فاعل كبير. يعني فيها وصلت بجمعت الكثير من الفيسبوك، فيها ما يقال. سوف ناتي لذلك. هذه صفه اطلقتها على نفسك، المفروض تقع عليك مش عليك الغير. اي مش الاكبر، كبير. أي أي يعني تقصد فاعل مؤثر. الحمد لله ان شاء الله سوف نرى ذلك. مسيره منار سكندراني، انت ما خرجتش من تونس معارض. أنا خرجت سنة 81 من خديت الباك سنة 81، كنا أول بعثة خرجت إلى تونس. نعم، يعني ليست بصفة معارضة. لا أنت لا. أصيل للمنستير،
قريت على روحك رايد مشيت تقرا في المانيا. لا مش رايد, رايد من الاول مشاغب يعني. اول اضراب عملته في تور زمان سكوندير, عملت اول اضراب في ماتر في ذلك الوقت في ليسين تاع ماتر, ثم ذلك الثالث في ليسين مستير. معناها في 78 انخرطت في كانت اول مره ليسين تاع مستير يعمل اضراب, فكنت انا واحد من الذين قادوا ذلك الاضراب. ثم 81 معناها انت بتاع وجع راس من الاول. نعم نعم فرحان بذلك. يعطيك الصحه طالما ما اراه في حق مثل هيا باهي. هذا هو المهم. عملت في المانيا ودرست ونجحت, وكذلك نجحت في ميدان اخر اللي هو ميدان التجاره. الحمد لله. فحسب ما استقيناه من معلومات وما اخذته منك, انت كنت يعني انت تقريبا عندك 80% من سوق لحوم الشاورما في العالم. لا 80% من الاوت كويد معناها نشتري. كنت انا اكبر مشتري للاوت كويز دو دان, معناها الجانب العلوي نتاع الدان نتاع الديك الرومي عالميا كان ياتي في يدي 80% تقريبا. ما شاء الله, يعني 46 طن في اليوم. كنا نصنع 46 يوم. نعم. كم كنت تخدم من موظف؟ تقريبا ديريكت مون تقريبا بكل الشركات اللي عندنا 600 عامل. نعم اهمهم في المانيا. نعم في المانيا. طيب يعني لك تجربه كبيره في المانيا. التورنوفر نتاعنا معنا شيف دافير وصلنا الى تقريبا كجروب خاطر احنا بدنا نحكي كجروب معنا 100 مليون يورو تقريبا. انت تقول انك كنت يعني من المحركات الاساسيه بعد ما حصل في تونس من سقوط بن علي. لا ما كنتش من المحركات, قلت لعب الدور كبير. لعب الدور كبير. باهي باهي, ما نلعبوش على حروف فهمتني. فشنو الدور اللي لعبته وقت اللي انت سامحني وقت اللي انت بعد 14 جانفي من الذين يصرحوا انه ما فماش ثوره في تونس؟ انا قلت ما فماش ثوره نهار 17 جانفي. اي تاكوردو ما فماش ثوره, لكن يعني نشاطك اذا كان انت مش معتقد بالثوره معناها النظام قاعد قائم. لا, لا 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 احنا انتقلنا. شوف خويا توفيق لنا اعطينا فسر لنا. احنا انتقلنا خرجنا من نظام فردي والحمد لله لن يعود, هذا المهم. ثم انتقلنا الى فضاء جديد هو الفضاء الاشتراكي التشاركي في الحكم. معناها هذه اذا كان نسميوها الثوره بالمعنى هذه, ماذا يضمن ان النظام الفردي لا يعود؟ لا مهم جدا. انا مش نعطيك لانه التاريخ مهم. لو نقرا في قراءه ما حصل في فرنسا في 1789 ما يسمى بالثوره الفرنسيه واسقاط الملوكيه, بعد فترة رجع النظام الفردي مع بونابرت. ماذا يضمن في تونس أنه لا يرجع النظام الفردي وقت اللي اليوم نسمع الشعب يقول لك والله بن علي كنا عايشين؟ احنا ماذا بي أنا نمشي في خط خطر كان هيك باش. لا مهم سي منار. الضمان يعني ضمان أن فرانس اليوم تمشي في الديمقراطية, ما نجمش ترجع بالتواليش. معناها أنت لا رجعت وبعد رجعت مهما كانت, لأن وبعد البلدان العالم كل لحقت عليها, لأنه هذه كانت التجربة العادية. معناها أنت لما تاخذ الكورف, معناها لو نصوروا في كورف تلقى الكورف منه تهبط بالضرورة. أنا أول نص كتبته في قلت الفوضى ستزداد. معناها هذه نتكلم على في جانفي 2011. نحن سندخل في فوضى عارمة, نحن سندخل في الفساد سيزداد بالضرورة. علاش؟ لأنه فما مشكلة بين مؤسستين, مسألة الإداري والسياسي اللي هما يشكلوا الدولة. الدولة مشكلة إلى قسمين, قسم سياسي وقسم إداري. أور الإداري ما تنجمش تحيه, أنت ترميه وتجيب إدارة أخرى جديدة, هو باقي والامني والعسكري. اي ما هو اداري في الاخير, هو اداري. نعم. فانت مش كنت يعني انا هذين حبيت نوضحه تشمل فيه الامني وتشمل. اي طبعا انت عندك الجهاز الامني, معنى الجهاز جهاز الدوله فيه نوع, خاصه الدوله التنفيذيه, الدوله البارتمنت التنفيذي فيها امني, فيها قلنا امني خرجت يعني, فيها الاداري وفيها السياسي. تكلمت انا لا بك جبتني في الامن قاعده فلان, فما هو مشكلتنا متابعتنا الامن مليحه صغار. فالاداري والسياسي, اور الاداري ما تنجمش تنحيه, ماكش باش تنجم تقول والله انا عندي الان 350 الف هذوما نعتبرهم كانوا من النظام القديم وحراس النظام القديم نلوحوه. مو صحيح. اول شيء في تونس انه ما هو صحيح. معناها الاداره التونسيه من 14 جانفي حتى النهار 23 اكتوبر ما جاتش ضد الانتقال الديمقراطي. الذين اخطاوا, احنا اخطانا مثلا في الحكم بعد ذلك, خلى فما ارتداد. من لم نحسن الاداره, من عدم حسن الاداره يخلي عندك ارتداد نحو الديكتاتوريه. سي منار, به الرؤى او الاستشرافات الواضحه جدا اللي انت قمت بها من 17 جانفي وفي عده فترات, انت ريت انه مش تجي فوضى, انت ريت انه المصالحه لازمه, انت
صرحت أنك أول من بدأ بناء المصالحة وضرورة المصالحة بين الأطراف، يعني وبلفظ عبارتك وأنك لاعب كبير من ضمن اللاعبين الكبار، لماذا لم نراك في مناصب عليا وأنت لك الأذن الساغية لراشد الغنوشي رغم بعض المعارضات داخل الحركة؟ لأني لا أريد. مش وقت. أنت ما تحبش يعني؟ لا متأكد من ذلك؟ أنا متأكد. إذا أنت ما تحبش مش حرص القضية ليس يعني كيفاش تحب تخدم البلاد؟ علاش ما تحبش وقت اللي إذا أنت مثلا في مركز عالي تنجم تخدم أفكارك وتخدم لا مبادئك؟ لا لأنه شوف يا توفيق، احنا كأنه الإنسان لابد أن يكون في مكان اللي أنت تتقيد فيه، لأنه لما ندخل الآن في الإدارة ستتقيد بالإدارة. دخلت في الإدارة وكنت مستشار رفيق بن عبد السلام وزير الخارجية. لما تكون في الإدارة وتكون مستشار لست مقيدا، عندك الحق تعطي أفكارك بكلها، ما يشدك حتى يعملوا به ولا ما يعملوش به حاجه حر، وبالتالي عند ذلك تاتي ديفرنس بينك وبين الشخص اللي هو مسؤول، وقد تقول تلقى روحك البراء. وسمعش كلامك رفيق بن عبد السلام كي كان وزير وكنت يستشيرك؟ والله في كثير من الاوقات نعم رئيس حسنا، هذا تسلو له هو انت مش لي. بطبيعه ما يخصنيش برشا، فلا اعتبر يبقى صديق، لانه احنا خدمنا بكدا، خدمنا حقيقه وللان اصدقاء، اختلفنا في بعض الحاجات ثم لكن في اكثر اشياء معنا تقريبا انسجمنا فيها، خاصه في المصالحه الداخليه. شنو اللي دفعك اليوم باش تترشح للانتخابات الجزئيه وانه باقي سنتين وشويه يعني؟ لذلك أيوة. بالعكس انا مشكلتي لانه باقي سنتين ونص. لو كانت عندي اربع سنوات مش نترشح، كيف ما ترشحش مرفت على المانيا؟ علاش الان شنو المطلوب من النائب في مده العامين وشوي؟ شنو باش يعمل؟ فوالا ايش باش يعمل؟ اول شيء عاده النائب لما باش يروح تحب له عام كل باش يولي يعرف روحه ساعه موجود في تونس، خرج من المانيا مش لتونس باش يعرفها وباش يعرف كذا وباش تولي عنده علاقه بالنواب، خاطر كي مشى وحده ممكن. لكن انت عندك علاقه، انت عايش في تونس وانت نهار كنت بربش يعني توقنا لذلك. أي. فالنائب اللي بيجي في بلاصتي انا باش يمشي غادي باش يبدا يبربش، وبالتالي ما يكمل هو الا بعد عام وشويه باش يولي يلقى سقيف موجودين. أي. وبقى له كان سنه باش يدخل مشكله الانتخابات. يعني انت تقصد العام هذا ربحه ديجا؟ انا ربح، وبالتالي أيوة. انا اللي نقدر نعمله هو بعض الاشياء الاجزاء اللي نجم نغيرها اذا فما حاجه معناها تكون دون ندخل في العام. سي منار الاسكندراني، شنو المطلوب بالاساس من نائب عن المهاجرين سواء في فرنسا ولا في السعوديه ولا في المانيا ولا؟ احنا فما حاجه ساعه ما يسمى دستوريا مطلوب. نعم. منك دستوري، فما زوز اشياء، نائب عنده الحق او مطلوب منه باش يشوف اشياء غالطه ومش موجوده بالتالي يؤسس لها قانون، يطلب من المجلس باش يعمل له قانون باش بعد التنفيذ يقوم به، والا فما قوانين موجوده والتنفيذ مش قاعد يقدم فيها فهو يمشي يدافع عليها باش تتحرك. انا اعتبر انه فما بالنسبه للنائب اللي موجود في الخارج اللي هو مش علاقه بتونس. نعم. موجود في الخارج انه عنده علاقه اخرى مهمه، نفس الاهتمامات يسلم مش كمله. لا ما هو هذا مزوز اشياء مهمه. نعم. هذاك الدستور طلبهم. ايوه. الان النائب اللي يعيش في الخارج مطلوب منه حاجه اخرى اللي هو العلاقة تاع الجالية مع الدولة اللي هو العيش فيها، فهذه كانت لابد أن تكون له أيضا علاقات وتكون عنده لغة ويكون عنده إنسان ممكن إمكانية الدخول فيها، وهذا المهم. نسألك سؤال. نعم. ونعرفك أنت يعني إحنا معرفتنا ليست من اليوم. أنت قلت أنه المطلوب منه علاقته بالجالية وبالدولة التي يعيش فيها. أنت المشكلة ما تعيشش في ألمانيا، عشت في ألمانيا. أول شيء أنا عشت في ألمانيا. شوف خويا أنا عشت في هذا في الماضي. لا 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 ما يهمش، ما يهمش. سامحني خليني نتكلم عاد بطريقتي. أنا خلي طريقتي. أول شيء من عام أنا من 81 إلى 2007 لم أغادرها. ثم من 2007 غادرتها قصرا. ثم الآن أصبحت كالمراوح. فأنا الآن لازلت أعمل. نجموش نعرفوا علاش قصرا وشنية قضية الإقامة الجبرية في البرازيل؟ نكمل فقط الجملة. بالتالي في 2007 لما رجعت كيف أعيش؟ في الأصل كيفاش نجمعش؟ هو أني الآن نمشي أنا عندي علاقة مازلت باللحوم وشرائها وبيعها، فالقضية الكبرى أني ديما نجي لألمانيا، عندي أربع أولاد يسكنوا في ألمانيا أول شيء، أنها العائلة الأولاد الكبار الكل يعيشوا ثقل يعني العائلي لابد باش تزورهم، فأنت ماشي جاي على ألمانيا لست مستقرا بقدر أنك ماشي جاي. لا أنا علاش سألتك سؤال خاطر يتنافى وما قدمته من حقيقتك في الترشح، لانك تعرف تونس ودواخلها وتربح الوقت بتاع العام اللي باش ترسخ فيه روحك. بالعكس انا نعرف هذا وقلت لك فما اضافه، انا تو هذاك الكل مطمئن عليه، معناها تو اللي باش يجي المانيا غدو جديد عنده مشكل باش يدخل داخل تونس، باش يكون عنده مشكل. لكن انا مش باش يكون عندي مشكله كبيره ياسر باش يدخل داخل المانيا، خاطر مانيش جديد في الحياه السياسيه ومش كاني ما نعرفش المانيا كيفاش مركبه، نعرفها كيفاش مركبه من البوندستاغ بتاعها. بالتالي وثم كنت فاعل
فاعل في الحياه السياسيه وتتكلم الالمانيه بطلاقه. انا متخرج من الجامعه الالمانيه. نعم. بالتالي وكنت نعمل محاضرات كثيره معناها في المسمى السياسه والى اخره، كانت عندي محاضراتي في المانيا. بالتالي احنا مانيش قاعدين نتكلموا، معناها انا علاقتي بالدوله الالمانيه نعرفها، نعرف كيفاش ندخل واي المداخل ندخلها. قد تكون تبدلت، سي لا نيونس، معناها انت سيادتك تقعد الان 5 سنوات تعيش في فرنسا وباش ترجع تبني علاقاتك، مش كيما واحد جاي البارح في فرنسا، باش تكون اسرع بكثير، خاصه اذا كنت انت فاعل فيها قبل. فعندك العلاقات نعم. تتحرك هذه نعم. مفهومه مش صعبه، ما قلتلكش جو سوي البيرفي في الحاله هذيك، لكن انا نزيد على الاخرين انه العلاقه نتاعي داخل تونس هي اللي باش نبدا تون من البوزيتيف، مش نبدا نبني، معناها هي مبنيه داخل البرلمان حتى التونسي. بالنسبه لمرشح النداء حتى المزكى ضمنيا من النهضه. على كل حال النهضه ما قالتش، لكن الشيخ عبد الفتاح قال. نسترقب الان. الشيخ عبد الفتاح قال، وكذلك فما ممثل من ممثلين النهضه في المانيا قال، وانه يرحب يرحب نعم تزكيه ضمنيه كما من ممكن. انا اكثر عبد الفتاح، الشيخ عبد الفتاح كان واضح أكثر. جاوبني بصدق واختك من السياسه. نعم. كي حافظ قائد السبسي انسحب وشاف روحه مع يعني غلطه الترشح بتاعه، ارتحت انت ولا ما ارتحتش؟ انا كتبت، شوف انا كتبت في الفيسبوك، تنجم ترجع لها، عندها توا يجي 3 أسابيع، قلت من ترشح من اجل ابن ابيه او ابن امه عليه ابن ابيه ما عندوش الحق تونسي مواطن. مره ثانيه انا قلت من ترشح ولاجل الترشح نتاعه على خاطر قال ولد بوه فانا ضده. فقلت اللي قال الكلام هذا ماذا سيفعل يوم اللي يقول راني مش موجود حافظ هذه سالون تقصد ياسين العياري؟ لا مش كان هو، فما جماعه اخرين. اما ياسين قال هو مازال يكتب فيه. ميساج ما يهمني انا، ما هو كل واحد جاوبني بصراحه. لا 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 والله لا، انا سمعت 6 7 من الناس. كل من واحد قال لك عندي مشكله مع حافظ يا خويا اللي يزدر شو ولد بوه ولد بوه يمشي يزدر شو يمشي يروح، خاطر هو حافظ مشى. هذه الساعه الاولى انا كتبت اللي يحب يخدم البلاد ما عندوش علاقه بحافظ او بدون حافظ، بالعكس حافظ بالنسبه لي انا لو كان بقى في الترشح يكون لي اولادي بالنسبه لي انا. علاش هاي النهضه مساندته مش مساندته؟ ما يهمنيش، ما هو غادي هي اللعبه، غادي نقول لك انا اقوى، معناها خاطر تعرف القاعده معاك. انا نعرف ولدهم انت عاد. لا مش فقط ولو انت منسحب، لا حتى بالنسبه حتى سامحني بالله باش نوضحوا للمستمعين، انت اليوم ما زلت نهضه ولا لا؟ لا ما عادش. شنو هي اسباب خروجك؟ مهم باش نعرفوه. راسي صحيح، انا لا انضبط لا انضبط لا لا انضبط حقيقه لا انضبط، ولكن علاقتك قويه مع راجل الغنوشي. فرق ان كان مع النهضه، ما كانش على الشيخ رشد. فرق لا كيفاش فرق؟ رئيس النهضه وواحد المؤسسين. شوف شوف. يعني مهم جدا. شوف يعني شوف. الشيخ راشد، الشيخ راشد بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا هو كأب كصديق كأستاذ، انسان عشت معاه معناها من 88 نعرفه، عشت في داره، عاش عندي، مشينا جينا سافرنا وبقت عشره كبيره يعني. عشره كبيره، فبالتالي يبقى وحقيقة لما أجلس معه أستمتع. بالتالي مش باش نقولوا لا لأنه هو في النهضة ورئيس حركة النهضة معناها أنا باش خرجت معناها انتهت العلاقة بيننا. لا مش كان أفضل لك وأنك تاخذ مثلا تزكية منه ودعم، لأنه هذا يكون لك دفعة قوية. لا لا لا، لأني أنا لو كنت في نهضاوي على فكرة ما طلبتهاش أنت. استنى شوي استنى، ما طلبتهاش أنت. بس أنا نعطيك من النوادر. طلبت من الشيخ الراشد زي الغنوشي تزكية؟ لا لا مستحيل. عليه خاطر كون قليلة باش تولي المشكلة. دونك تخاف تطيح في الفخ. اي ما نوقعش. ايوه نقدم نسكت على روحي. ايوه احسن تولي هو ما يقوليش لا، معناها هي هو ما يقوليش لا، ما تحرجوا لي لا ولا احسن. خاطر كان مشيت قلت له باش نترشح قول لا ما ترشحش، وانا مشيت ترشح تولي خايبه. بالتالي انا ترشحت فهو لم يقل لي شيء وانا لم اقل له شيء، انا كهو ترشحت وكهو. لمر لكن انا لو كان جيت نهضاوي تو وحقيقه لن نمشي في الطريق اللي نمشي فيه تو، اني لن انتخب الا واحد يكون بين الطرفين. نتكلم على منار. علاش؟ لانه نحن مشيو الان ما الان احنا من بين من طريق الديكتاتوريه لطريق التشاركيه. هذايا اللي نضحك لانه فما واحد اعتبر نفسه سياسي كبير ياسر في نار منارات في التلفزه، وجاء قدامي في التاسعه وقال لي، قلت له راهو هذايا يسمى المرحله التوافقيه، فقال لي ما فماش في السياسه، قلت له هذايا تشارك وكذا، قال لي ما فماش حزم التشاركيه. قلت له اللي يتكلم على التوافق هو لابد يفهم أنه الطريق بين هذا إلى هذا ما تمشيش بالتناطح. الطريق الأولاني باش نوصل الديمقراطية إذا توافق ما فيش تناطح، هذا أكيد. إيه يمشي بالتوافق، لذلك نسميه توافق. نعم. وبعدها تولي فما حياة ديمقراطية صحيحة على طريق الأحزاب اللي يربح صح عليه. أما الفترة هذه نحن لازمنا نمشيو مع بعضنا. شكون يمشيو مع بعضهم؟ هم اللي يمثلوا 70% من المجتمع التونسي.
اللي يمثلوا 70% من الشعب التونسي يمثلوه في رؤاه، في مقارباته، في اللي يحبوا عليه، في اللي يحب يمشي للبحر، في اللي يحب يعمل بيره، في اللي يحب يصلي، في اللي يحب يلتزم، يمثلوه تقريبا اللي هم حقيقة أحبابنا أم كرهنا الساتر ما يسمى بالفكر الدستوري. خلينا نكمل السيمانار خاطر ما عندناش ساعة. والفكر النهضوي أيوه. هذوما الناس اللي مطلوب منهم الآن في الوقت هذا يلزم يمشوا مع بعضهم لأنهم هذوما زوز باش يشوفوهم. معناها في انتهاء لما نوصلوا للوحدة لعد لجن لا نهضة ولا نجد لا تجمعا ولا أنت قبل البرنامج هكا زدت قلتها تو مش تجي فترة وأنه النهضة مش تنقرض والنداء باش ينقرض ومش تولي أحزاب جديدة ضرورة. طيب شنو يثبت أنت للناخبين أنت تقول وأنك إسلامي كنت في الاتجاه الإسلامي نظلت مع الإخوان المسلمين واليوم فقط إسلامي وما عندكش علاقة بالتنظيمات ما يثبت ذلك للناخب؟ ما نجمش نجاوب. آرائي الذي أكتب فيه ما تنجمش تجاوب على كل سؤال. أنا ما عنديش علاقة، أنا نبقى إسلامي، عندي تصوري، أؤمن بمدنية كيف ما أؤمن، كيف ما عشت في ألمانيا وفي فرنسا وعشت أنا في الأرجنتين والبرازيل، عشت في البلدان هذه، أنا عشت في بلدان كلها ديمقراطية كل حال، وشفت ما يسمى أن الدستور هو الذي يحكم، آمنت بذلك وما عنديش مشكلة كإسلامي باش يكون نعيش في شيء. لكن ما فماش تناقض بين إنسان يعني إسلامي مقتنع كونفينكو وعنده دستور علماني من أقصى العلمانية، يعني كيفاش التناقض هذا؟ لا لا، هو المطلوب منك شو هو المطلوب منك كإسلامي؟ هو فراه على كل حال كإسلامي أنت مطلوب منك مآلك أي مآلك أنت أنا كشخص مآلي أين؟ نحب نمشي الجنة. المطلوب في تمشي الجنة هو أنك أهم شيء. اليوم من الحاضر ما قيتش شكون يحب يمشي للجنة. أي لا نحب نمشي الجنة في كل الحالات. إن شاء الله. والسعي لها هو أن تكون على الأقل في كل ما أعطيت من عهود أن تكون أنت صاحبها. تعطي عهد تكون واحد. الجواب على نقطة التناقض لا 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 مش مش. فلما ندخل ألمانيا وألمانيا قانونها يظهر للعامة أنه مش إسلامي كافر خلينا نقولوا بالمعنى هذا كيف ما يقولوه. فعندي خياران. الخيار الأول يا ندخل معها في حرب لأني أنا مسلم وقل أنا جيتك في حرب، أو ندخل معها في سلم لأني أنا مقتنع ولابد أن أعينها على ذاك الدستور من جي ضدها. فما خيار ثالث كذلك اللي هو لا تدخل معها في حرب ولا تقبل تخرج تروح. شكون قال لك يقعد في المانيا؟ نتكلم في أنا نحب ندخل نحب ندخل أي أي. أنا نحب ندخل حديث شرط لأني داخل معناها مش شرط خروج معناها أنا شرط في الدخول أنا مشينا ودخلنا قلنا نحب ندخل. فأنت يا تاخذ هذا وذاك. عادة المسلم الذي يدخل هنا هو يدخل في عقد معناها هو مش متشارك مع البلاد هذه فهو مستعد باش ياخذ منها فلوس. فتوى من فتاوي الشيخ القرضاوي وانه نحن في عقد مع الدول الغير مسلمه التي نقيم بها. اي بالتالي هالعقد هذا نعم. هو عقد لابد ان تقيمه فربي سبحانه يقول اوفوا بالعقود والعهود نتاعك مطلوب نتاعك نعم. فبالتالي انت بالمعنى هذا ما يهمكش لانه انت في الاخير ليس المطلوب منك الحكم، ليست الدوله باش تدخل الاسلام، انت الجنه، انت باش تدخل الجنه راه. شنو باش تقدم كنائب اذا تم انتخابك للتوانسه اللي في المانيا؟ لانه هما اللي باش ينتخبوك هما عندهم مشاكلهم الالمانيه التي تعنيهم، شنو باش تقدم لهم؟ اكثر شيء اللي تجبره هو تسمح وتاخذ تبلغ لمصوتهم، لانه نحن في قضيه القوانين، كيف النائب في الاخير كيفاش باش يقنع الداخل لا فما لجان ممكن تكون في لجنه الهجره ممكن تكون مهما كان لكن ما تكفيكش انك تكون في دخل للجنه باش انت تقول راني انا عندي القانون. اكثر شيء تنجم واكيد تنجم نجمش تعمل على اصحابك القدم بتاع النهضه باش يدعموك في مشاريع وفي تقديم مقترحات. ممكن طبعا ممكن ولا لا؟ طبعا اكيد حتى مش كانهم حتى من جماعه النداء او غير النداء. لا لا لما تكون فما موضوع مهم ينفع وسهل وواقعي الناس كلها باش تمشي معاه. لكن اللي يهمني اكثر من ذلك اكثر حاجه لازم تقدمها هي فيه هناك قوانين معناها موجوده كقانون مش مفعل. لهنا يدخل دورك اكبر. التونسي لهنا مش يلوج لك على تشريعات جديده بقدر التونسي لهنا يقول لك انا عندي مشاريع، انا عندي ديار، انا عندي وديديات، انا عندي كذا، والناس مش قاعده تاخذ منها حتى شيء. مرميين او لفلان دون علان. فانت تقدر لهنا تضغط على هذا، معناها انت كفصيفة الكنائب تنجم تضغط باش تحرك وذاك على الاقل يولي الناس كل. هذا بالنسبة لما ينتظره منك، أما أنت شنو اللي خلاك تدخل هذه المعمعة؟ شنو اللي في مخك؟ شنو تحب تعمل؟ شنو تحب أنا قلت لك الآن اللي في كاسيتي هو أنت عندك عميل، وأعتبر هكذا أنا أعتبر دائما الإنسان لما يشوف نفسه صالح في المكان هذاك أن يتقدم مش يتأخر. هذه فكرة إسلامية بالنسبة لي أنا غلط. الإسلام يقول لك أتوخر وقعد. لا أنا أعتبر واحد من أعز ما يمكن أن يكون في ذاك المكان
بالتالي نقول رأيي. وهو أنت يعني. أعتبر من أعز ما يمكن. أنا نشوفه. وإذا كان من مش غرور هذا. لا. أنا نقول علاش؟ فإذا كان سمعوا وعطوني بعد شيء حسبوني. أيوة. مع كان واحد يعرف يقول لا ما نعرفش. ويجي واحد آخر اللي يقول لا أنا ما نعرفش ويجي يقول لا هو البلاصة اللي أنا لعب. أنت كنت لي آثم أصلاً. حتى بمنطقة ذلك تكون أثم. مش في الإسلام وفي الشرع وأنه لا تطلب المناصب. فكرة غلطة. الصحابة طلبت. الذي كان مسؤولا طلب. شكون اللي طالب؟ مثلا كثير. أبو هريرة طالب. مهم مش كثير منهم طلبوا والنبي صلى الله عليه وسلم من هو من أجزاه ومن هو من لم يجزه فما معنى الحديث اللي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه اللي طلبه ما تعطيهالوش مش صحيح. ما نعرفوش. عفوا لك. معنى لا يقنعني أنا. أما أنا اللي نعرف لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الصحابة اللي تطلب. اليوم ما ترى في تونس انت كناشط سياسي حتى ما نقولش مسؤول لانك يعني تحملت مسؤوليات وتريد ان تتحمل اليوم مسؤوليه نيابيه ما عندكش احساس وانه الشعب فد منكم السياسيين بصراحه يعني خلينا نقول بصدق يعني وكل الاطراف وكل الاحزاب مش حزب واحد يعني اليوم انا اللي نشوف فيه بما فيه التعليقات اللي في صفحتك انت في فيسبوك يعني تعليقات رهيبه يعني فما هذا كل ما ياثرش فيك لا بالعكس بالعكس وانا قلت مسو دائما بده تلقى شكون يسبك باش تنجم تصلح روحك تحط روحك في الوسط يعني يهديك عيوبك كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه انا باهي لما يجي واحد يقول لك غلطت وخاصه اذا كان مسك في الباص تغلط باش تصلح ايوه هذا نجم واحد يغلط لانك هو يسب فيك لانه يحب يسبك فما واحد اخر معناه لكن معناه ماكش حاسس وانه الشعب اليوم ماهوش هذا اللي ينتظره من السياسيين لا الشعب لا لا اعطيني اعطيني انت كمباشر للشعب الشعب الان يعيش في مأساة كبيره ايوه واللي يعيش في مأساة كبيره مثلا حجم المشاكل فيها خلينا نقولوا 100% فانت لما حسن لو حسنت 1% مش بشوف 1% لانه مازال غارق في 99 المشكله هي هو التحرك هل نحن كنا اليوم نحن كنا في الديكتاتوريه وكنا في مش عارف ايش وهكذا اي لا لا في الوضع ذا قداش نسمروا نقولوا مثلا نحطوا 100 هل نحن ولينا في 99 مو وين احنا اليوم ترى هو هذا السؤال كنت سيادتك من لا وين احنا اليوم لا استنى شويه خلينا نكمل الفكره ومازال 3 دقائق بالضبط لو قلنا احنا خرجنا من موان 100 الى موان 99 فانا ربحت صحيح الثاني مش بشوف لانه هو كان ينتظر انه التسارع اليوم احنا فين في تونس احسن من موان 100 شنو قولك في هالمشاكل اللي ما كانتش موجوده في تونس جهويات وهذا البترول بتاعه هو خاطر في الجنوب والاخر الملح بتاعه والاخر الفوسفات بتاعه وما كانتش الامور هذه عادي عادي كل شيء عادي عندك لا هذا عادي هذا حقيقة عادي لو تشوف كيفاش تفسر سامحني انت مستيري كيفاش تفسر الكره السواحليه لانه علنا اليوم خليني قبل انا عشت 3 بلدان انتقال ديمقراطي عشت البرازيل 5 سنوات بصفه عليه وقابلت لولا وجلست لي وعشت انا عشت وشفت مانديلا شخصيا وجلست معاه انا عشت الارجنتين وستك مشيت لها انا عشت بلاد كانت انت تشوف البلاد كيفاش تنجح في الديمقراطيات لكنها كيف من الارجنتين مثلا لم تنجح اقتصاديا سقطت بينما البرازيل الان مشيت خرج من الديكتاتورية إلى أنها من الأول ترهلت اقتصاديا ثم الآن أصبحت من بلدان الاقتصادية الكبرى ثم الآن قامت تترهل مرة أخرى الآن لكن تونس ما عندهاش الإمكانيات لا إحنا بغض النظر نتكلم على المسار معناها المسار هذا هو اللي يهمنا فنحن في تونس كان المفروض نفهم وراه من الأول باش نترهل لأن الدولة كانت فاسدة باش الناس تحسب لا هو خلى لا ما خلاش فلوس هو خلى مصايب المصايب هذه بدأت تأتي احنا لما نقولوا جات عام جات سنه 94 صححناه وهو ما عرفش كيفاش يمشيه بالتالي هي اللي وصلنا ل 2008 انتهى به الجات اصبح مع اليو ام سي لازم يمر فهو وصل هنا احنا اذا هنا بعد جات احنا غدو يحبوا يدوروا الدينار التونسي يحبوا يحطوه في البورس اللي مسلفينك فلوس منذ قرون كدوله احنا لما قلبت انت التعليم اللي كان قبل في عهدنا نحن واحنا قبل تخرج مهندس وعندك 100 عامل الى انك اصبح عندك عامل و100 مهندس ما عادش عندك ليفيكاسيتي داخل الدوله تتصور كيف انت ما عندكش انبوت باش تخدم الدوله احنا اليوم في تونس نقول لك اجي اخدم يقول لك لا ما اخدمش القهوه اليوم قهوه بجانب قهوه احنا اليوم عندنا الاف المقاهي الكل مليانه كيفاش تحب تخرج بها الدوله وقت اللي انت ماهوش ناس قاعد تخدم احنا عندنا اليوم بالحق 8 دقائق خدمه موضوع الجهويات انا سمعت مسؤول مش لازم نذكر اسمه نهضاوي قال يا اخي اسمح لي يزيهم مخذاو فهل هذا معقول وانه مسؤول سياسي يتكلم بلغه جهويه ويقول احنا اليوم الجنوب يلزم ياخذ انت من منظورك انك كنت نهضاوي اتجاه اسلامي وناشط كبير جدا في الحياه السياسيه على الاقل تسعى هل هذا معقول لا ليس معقول بالتالي سيرفض التاريخ مع الوقت
وهل صحيح أن هناك كره دفين للسواحلية في تونس؟ فما ليس كره دفين، لا لا، فما ناس منشقين، فما ناس يشوفوا أن فما مشكلة سواحلية بلدية وكذا، فما ناس يشوفوا. واحد صحابك كمال طيف مش سبب من الأسباب؟ كمال سبب على أنه صاحب ولا مش صاحبك؟ صديقي. أيوه، معناها خاطر فما بعض اللي ينتقد فيه وأنه يخدم كان للسواحلية، صحيح الكلام هذا ولا لا؟ لا 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 لا، حسبي أنا لا. وبالتالي عنده أصدقاء وبارشة منهم مش سواحلية بالكل. لا لا، الذي يدري اللي ما يدري يقول أسبوع. اللي ما يدري يقول أسبوع. هذه يعني ستكون خاتمة هذه الحلقة مع الأستاذ منار اسكندراني، ونتمنى لك النجاح كما نتمنى لباقي المرشحين في هذه الانتخابات. اللي فيه الخير بيجيبه. شكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.